دكتورة أن، Thank you. المجال لك، Australia شكرا. thanks His Majesty King Abdullah for أستراليا hosting this تشكر جلالة conference. الملك عبد We add الله our thanks لاستضافتنا. to His Excellency President نثمن Abdel Fattah وجود al-Sisi. Thank الرئيس you, عباس UN السيسي وأيضا الأمين العام لجمعنا We جميعا اليوم. نحن نتفق مع الكثير من ما تكلموا اليوم. المعاناة الإنسانية في غزة هي غير مقبولة. أستراليا ترحب بقرار الأمن بقرار الأمن لوقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وأيضا بدأ عملية إعادة إعمار في غزة. ولا يوجد هناك أي دولة يعني صوتت ضد هذا القرار، وهذه الحرب يجب أن تتوقف. وأستراليا ستستمر بالعمل مع الدول التي تدعم السلام لتقترح حل لهذا الأمر. أي تأخر سيزيد من خسارات الحياة. نحن ندعو إلى حماية المدنيين من جميع الأطراف، أيضا أن يحترموا قانون الإنسان وإطلاق سراح الرهائن الآن. إسرائيل يجب أن تسمح للمساعدة الإنسانية أن تدخل كما طلب من محكمة العدل الدولية. أستراليا كرست المساعدة الإنسانية للمنطقة منذ السابع من أكتوبر 2023 بما فيها 41 مليون لدعم الناس المتأثرين من الصراع المتولد من حماس وإسرائيل. دعمنا دعم الماء والأدوية والملجأ والطعام بالتركيز على النساء والأطفال. اليوم إسرائيل تطلب 10 مليون دولار في المساعدة أيضا من خلال برنامج الغذاء والدواء في غزة، وهذا يشكل إسهاماتنا ب 72 مليون منذ بدء الحرب. نتابع لهذا الأمر الإنساني ونحن جاهزون بتقديم أي أمر إضافي لهذه المساعدة. نحن بحاجة أيضا إلى حل سياسي لهذه المشكلة. أستراليا تدعم حل الدولتين، دولة فلسطينية ودولة إسرائيل، يعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن مع الحدود المعترف بها شرعيا. نشكركم جزيلا.